بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. اليوم بكلمكم عن الشريط الأساسي الموجود في جميع برامج اللي بروفيس، اللي هو الشريط هذا، أوكي، اللي هو ملف تحليل عرض الآخرة. طبعا هو نفسه موجود بكل برامج. يلا عشان بعضكم يقول لا مو زي بعض، لا زي بعض. هو هذا الكالك زي ما انتم شايفين نفس بعض، أوكي، اللي موجود هنا موجود هنا، أوكي. وش السالفة؟ وش فائدته؟ راح اشوف اليوم وش فائدته. طبعا عندنا ملف تحرير عرض ادراج تنسيق الى اخره. لو جينا الملف، طبعا قائمه ملف هذه الغرض الاساسي من قائمه ملف في التعامل مع ملفات، اما فتح ملف جديد او تصدير ملف بي دي اف او تصديره بشكل عادي حفظ عادي، اوكي. في حاجه ثانيه خلينا نشوفها الحين. طيب جديد، طبعا راح تفتح ملف جديد، واحده من الشغلات هذه. طبعا جدير بالذكر انه هذه الثلاث اشياء ما لها علاقه بالرايتر، يعني هذا للرايتر، اوكي، ولكن ورقة البيانات الامبرس العرض التقديمي للكالك قلبتها ورقة بيانات الكالك عرض تقديمي للامبرس. الشغلات اللي تحزم انتم شايفين مجرد تفتح ملفات جديدة، تفتح ملف حالي، اوكي، ملف موجود حاليا، اوكي. المستندات الاخيرة هذه اللي تحت يعطيك المستندات الاخيرة الموجودة عندك، المعالجات زي ما تكون او بلا صح قوالب هي بشكل عام، ولكن ترك لك مكانات فاضية. فلو ضغطنا على مثلا الرسالة، تمام، بيجيك زي ما شايف اللي هو يسمى ويزرد، تمام، راح يقول لك تصميم الصفحة. أنا راح أضغط على إنهاء بسرعة عشان فقط نشوف، تمام. راح أحفظه على سطح المكتب في مستندات هذا، أوكي. أحفظ. طيب زي ما أنتم شايفين فبيظهر لك عندك شغلات زي هذه. هو خلاصة الحديث إنه قالب، تمام، فأنت قمت تعبي هذا القالب، ماشي. طبعا في قوالب كثيرة، وأعتقد في قوالب مو بعتقد إلا أكيد مليانة الإنترنت قوالب، أوكي. طيب نغلق. وصلنا الى المعالجات. اغلاق طبعا مجرد قفل البرنامج. حفظ باسم، هذه يصدر الملف باسم، ماشي. فممكن تضغط على حفظ باسم، اوكي، ثم تختار من هنا جميع الصيغ. طبعا هنا ممكن تختار اللي تبي، اوكي. في صيغ كثيره، طبعا الشاشه زي ما قلت لكم ما تطلع، ولكن في حاجات كثيره هنا يهمك بس اللي هي تصدر من هذا المنطقه تصدير ملفات. طيب حفظ كقالب، طبعا ممكن تسوي ملف وتحفظه كقالب فتحتفظ به عندك بعدين ترجع له، اوكي. حفظ نسخه، تمام، فهذا مجرد تحفظ نسخه يعني لا اقل ولا اكثر، اوكي. تصدير، هذه القائمه خاصه بالتصدير. زي ما انتم شايفين في انواع كثيره للتصدير تحت، اوكي. ممكن تصدر كصوره، ممكن تصدر مدري ايش، شغلات كثيره صراحه زي ما انتم شايفين هذولي، اوكي. ف زي ما تبي، يعني ممكن تصدر بي دي اف، ممكن اللي يعجبك، ماشي ماشي. في تصدير البي دي اف طبعا، عشان اذا خلصت كاتب ملف حاب ترسله لشخص وحاب تتاكد انه، يعني ما أدري الشخص هذا إيش يستخدم، يستخدم ويندوز، يستخدم ماكنتوش، يستخدم برامج مستخدمة، صدر بي دي إف عشان التنسيق نفسه يبقى محفوظ زي ما هو. أحيانا ودك الملف تعطيه شخص ما تبي يعدل عليه، تمام، في نقاط رئيسية أو حاجات أو مزيوم تقول ممكن تكون سياسة معينة ما حب أحد يعدل عليه، فممكن تعطيه بي دي إف. إرسال، إرسال يعني إيش بصير، يعني زي ما أنتم شايفين إرسال بريد على شكل مايكروسوفت وورد إلى آخره، أوكي. رسائل طبعا، خصائص، هنا في طبعا خصائص، يعني ترى ما في جديد، يعني زي ما انتم شايفين خصائص الورقه نفسها. فممكن هنا تكتب خصائص الوصف، خصائص مخصصه، الامان، ممكن تحط هنا شغلات الخط الى اخره. طبعا هنا في احصائيات، هذه حلوه يعني كم عدد الكلمات والى اخره، اوكي. الغاء الامر بالنسبه لي الاخيره هذه اللي معاينه الصفحه، معاينه الصفحه يعني طباعه تطبع، اعدادات طابعه، هنا راح يسوي لك اعدادات طابعه، وهنا انهاء الليبر اوفيس راح يقفل الليبر اوفيس. التحرير، هذه المنطقه خاصه بي، لصق، مسخ، تراجع، مدري ايش، يعني شغلات زي هذه بس. العرض، هنا ممكن تتحكم بالعرض بشكل عام، يعني مثلا الشاشه كبيره صغيره، شغلات زي دي. بس لو جينا شفنا مثلا زي تخطيط ملء الشاشه، تكبير تصغير، شغلات زي هذه، يعني انت ممكن تحط احرف غير مطبوعه، راح يوريك هذه العلامه حقت الاحرف غير مطبوعه، اوكي، شغلات زي هذه. هذه فائده العرض، مجرد عرض يعني، اوكي. ادراج اشياء ممكن تدرجها، اوكي، طبعا اشياء كثيره هنا، جدول، صوره، حاجات كثيره، حقل، مدري، شغلات يعني. تنسيق، هذه الغايه منه هي تنسيق المستند، يعني المستند بشكل عام، الخلفيه، بي 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 الى اخره، تمام. فانت ممكن مسح التنسيق المباشر، هذه حلوه يعني لما تكون تنسيق معين مسويه، ممكن تراجع عنه وتستخدم التنسيق الافتراضي. محرف، اوكي، هذا اللي راح نرجع له بعدين، ولكن هذه قائمه التنسيق، هذه الفائده منه. الجدول مجرد الجداول. الادوات، طبعا في ادوات معينه نفس بعض اعتقد في كل مكان، تدقيق لغوي، اللغه، عدد الكلمات، بلا 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 الى اخره. طبعا في الخيارات، هذه منطقه الخيارات اللي احنا استخدمناها قبل وشفناها على السريع، تمام، اللي خاصه ب حاجات كثيره من ضمنها احنا استخدمناها اللي هي اللغه، اعدادات اللغه هنا. طيب في عندك نافذه، هذه تتحكم مجرد بالنافذه نفسها، النافذه المفتوحه، يعني ما لها علاقه باي شيء ثاني. من الاخر تتحكم بالمنطقه هذه بس، اوكي.
مساعدة، هذا ممكن تحصل على مساعدة، معلومات الرخصة، حاول ليبر أوفيس طبعاً في الرخصة أحب هذه، تمام؟ أنا أحب الرخصة هذه جداً. طيب فعرفنا اليوم على هالشغلات هذه، أوكي؟ أهم شيء وأكثر شيء مستخدم أعتقد هو الملف، تمام؟ ملف وتنسيق، أوكي؟ يعني هم أكثر أشياء استخدمها بشكل سريع، لذلك هم اللي يعني مريت عليهم مرور يعني مكثف شوي. انتهى درس اليوم، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم بإذن الله.